يا مساء الخير، كيف حالكم؟ ان شاء الله كلكم تكونوا كويسين. يا مساء الثلاثين من شعبان، خلاص ان شاء الله رمضان بكره، وكلها كم يوم وحتحسوا رمضان خلص ونحن ما حاسين. قبل ما راح ابدا في فلوج اليوم ان شاء الله راح اتكلم لكم في موضوع مره بسيط. اغلبنا طبعا الزمن ده صرنا نطلب من المواقع، فانا عن نفسي مره احب التطبيقات اللي توفر لي خلاص كل الكوبونات في جهه واحده، فمره اسهل لكم بدل ما انكم تروحوا وتدوروا على كوبون في أكثر من محل، حتلاقوها كلها في محل واحد، تطبيق واحد، تنزلوا وتلاقوا كل الكوبونات اللي تبغوها. ففلوج اليوم إن شاء الله راح يكون برعاية تطبيق كوبون رش لأكواد الخصم. أي كوبون تبغوه افتحوا التطبيق وراح تلاقوه. عندهم أغلب المواقع اللي مرة تحبوها زي نمشي وسيفورا وسيفي، عندهم أكثر من 400 كوبون والكوبونات تتحدث بشكل يومي، وعندهم خدمة عملاء، وكمان تقدروا ترسلوا لهم اقتراحاتكم للمواقع اللي تبوهم يضيفوها. عشان تحملوا التطبيق بشكل أسرع أضفت لكم رابط تحميل التطبيق في صندوق الوصف تحت الفيديو، حملوه ويعني دحين مع مشتريات العيد اكيد راح تستعملوه. وما يحتاج تطلعوا من التطبيق وتبحثوا عن المواقع كل موقع كده تدوروا عليه لحاله، لا، انتوا حتدخلوا على نفس التطبيق حتلاقوا مثلا وناس، حتلاقوا كود الخصم وتحتها الرابط حق وناس، فمرة حلو ان شاء الله تستفيدوا منه. وبس والله من جد التطبيقات دي تسهل الحياة عن تجربة. يلا نبدأ الفلوج. فدخلت اليوم المطبخ ابغى اطبخ اعمل العشاء وكمان ارفع منه للسحور. أنا عادة ما أحب أتسحر، أحس نفسي أجوع زيادة لو تسحرت. حاجة مرة خفيفة تكفيني، بس يعني حشوف لو حتسحر ولا لا اليوم. دائما أول يوم رمضان أحس حيكون مالي خلق، أنا عارفة ده الشيء. صح إنه أنا لسه دوبني صمت القضاء قريب في شعبان، بس في نفس الوقت ما أعرف أول مرة أتعب ده التعب في الصيام. من جد خمول مو طبيعي كان، مع إني يعني جلست أصوم على أيام متقطعة، بس إنه يعني خلاص المفروض يدخل رمضان وأنا متعودة. فقلت خليني أجهز كل شيء من دحين عشان إن شاء الله بكرة بس أسوي عجينة السمبوسة والشرب الحب وما أتعب كثير. كلكم في البلوج اللي فات قلتولي إنه هي كده الفخارة عادي تتشرب الموية، وإنه أحط جوتها كيس أو حاجة لو إني حابة أحط جوتها موية. فأشوفوا فين حطيتها، جنب المغسلة هنا عشان لا تصبصب علي مويات. من جد مرة تجنن. هنا خرجت صدور دجاج أبغى أعمل، لا ما أعرف، نفسي كده في باستا. خرجت هنا كمان صحنين لحمة مفرومة أبغى في الليل إن شاء الله أطبخها بعد كم ساعة كده وأجهزها لبكرة الفطور زي ما قلت لكم، حشوة السمبوسة إن شاء الله. ما أعرف حسيت إني أعملها من الليل حيكون مرة أسهل لي. وهنا جهزت البصل والجزر، حستعمل بصلة وجزرة على العشاء اليوم. أبغى أعمل حاجة مرة لذيذة ونفسي أعملها من فترة مرة طويلة، عبد الرحمن مرة يحبها. فإن شاء الله بعمل الشيبرد باي اللي هي فطيرة الراعي، اللي هي عبارة عن لحمة مفرومة معها جزر من تحت وفي بازيلا، بس بصراحة أنا مو مرة بناتي يحبوا البازيلا وأنا ما أفضلها كتير فما راح أحط بازيلا. وفوق اللحمة المفرومة راح تحطوا بطاطس مهروسة معها ملخبط كريمة وبيض كده عشان تستوي في الفرن وتنطبخ وكده تتقمر مو طبيعية. فمرة متحمسة إني أسويها اليوم لأول مرة، وطريقتها مرة سهلة راح أكتب لكم هي أكيد في صندوق الوصف. فدحين أبى أبشر الجزر وأقطع البصل. هنا جهزت الصينية اللي راح أحط فيها، وهنا اللحمة المفرومة خلاص جاهزة معايا. بصراحة ما توقعتها سهلة لدي الدرجة. تخيلوا اللحمة المفرومة نفس اللي عملها للبشاميل بس من غير الطماطم، بس فيها صلصة طماطم ملعقة كبيرة، وطبعا الجزر المفروض انه يكون وصلات مربعة، وفي وصفات يبشروه بس انا بصراحة حطيته في الخلاط مع البصل. شوفوا هنا خلاص البطاطس جاهزة، حطيت عليها ملح وفلفل اسود والزبدة وكريمة الخفق. دحين راح اخبطها مرة كويس وبعدها راح اضيف صفار البيض. شوفوا خلاص البطاطس صار جاهز، لخبطته مرة كويس مع الاشياء. في ناس يحطوا له جبن بارميجان وهذه الاشياء، بس بصراحة مالية نفسي احط هذه الاشياء كلها فما راح اضيفها. طبعا راح ينطبخ في الفرن، فعادي البيض هذا الموجود كله راح ينطبخ ان شاء الله. وكمان البطاطس هنا يعني فيه شوية حبيبات، في بعضها متحنوا طحن مرة ناعم، بس انا بصراحة احبه يكون كذا شوية فيه له كتل. هي عادة تنأكل من غير رز أو أي حاجة، بس بصراحة البنات والعاملة وعبد الرحمن كلهم يبوا رز، فحعمل معاها يعني حنعتبرها كأنها صينية لحمة بالبطاطس وحنعمل جنبها رز. طبعا حعمل أكتر رز أحبه اللي هو الرز المصري بالشعيرية. شوفوا خلاص الرز جاهز والشيبرد باي جاهزة، مرة شكلها ما شاء الله مشهي. وبس يلا مستعدين أن ناكل. يا مساء الخير، يا مساء الأول من رمضان. فالحمد لله صحيين اليوم نشيطين، الحمد لله ما في الخمول اللي توقعت حلاقيه. فبس جهزت كل الأغراض ودحين أبدأ أجهز يعني للفطور. عارف إنه مرة بدري، الساعة 12:30 حاليا، بس أحب أجهز من بدري. فرح أعمل أول حاجة عجينة السمبوسة البوف.
وبس الحشوة عملتها أمس الليل مرة سهلة، والعجينة دحين حوريكم طريقة ماما برضو مرة سهلة. راح أكتب لكم هي في صندوق الوصف، اللي هي بس 4 كاسات دقيق، 3 كاسة زيت، 1 بيضة، وملعقتين كبيرة نشا، شوية رشة ملح، وخلاص هي دي الطريقة. حتحطوا عليها موية ألين ما تنعجن معاكم عجينة لينة. وماما قالت لي عادي أعملي 4 أكواب، وحتى لو زادت معاك العجينة حطيها في الثلاجة استعمليها تاني يوم ما حيسلها ولا حاجة. وهنا عندنا الحب ده المجروش، انا احب في الشوربه الحب يكون مجروش، ما يكون الحبه الكامله ابدا، ما احب الحبه الكامله ما اعرف. فبس عاده ناخده من المطاعم حب عماني مجروش، بس انه عبد الرحمن شاف ده كيسه كده جاهزه مغلفه قال لي خلاص نجربه. من بدري هنا جهزت لي، شايفين من امس الليل صورت لكم في السناب، حطيت هنا بن القهوه وخلاص عشان احطه قدامي وافتكره قبل الاذان. دائما كل رمضان ما اعرف ايش يصير فيني قبل الاذان انسى القهوه العربيه. وهنا برضو جهزت القدر اللي راح اقلي فيه السمبوسه، وهذا الادمان الجديد من تاوا اللي هو التمر المحشي. شوفوا انا يعني قد جربت انواع التمر المحشي كلها عند يعني المحلات وزي كده، اللي محشي لوز ومحشي كرم المحشي، ما في حاجه مره عجبتني قد حق تاوا. مو طبيعي يجيكم كده محشي حاجه مره كده احس طعم مميز لذيذ مره عجبني، ما قد دقت زيه، وكميته ما شاء الله مره كبيره. فاعطيت صاحبتي تقريبا التلت، وبس قلت حيفيدنا في رمضان دي الاسبوعين ان شاء الله لما نرجع جده. التمر ده في حفلة لاري حقت الروضة، تخيلوا كانوا حاطينه معدلات قهوة. بصراحة دقته كده بس واحد كده، أول ما دقته اللي مرة لذيذ الشيء ورجعت وأخذت تاني، مرة عجبني فأكلت كده حبتين وقاعد الطعم في فمي طول اليوم، فكده حسيت اللي لا ضروري نروح نجيب زيهم. فالحمد لله اللي بلغنا رمضان بصحة وسلامة، بس حقيقي يعني رمضان بجو الأهل له طعم تاني فالحمد لله. فمن جد رمضان أول يوم، وعيد الأضحى دائما عيد الأضحى عشان ما ننزل جدة، بس عيد الفطر يعني وعلى نهاية رمضان، فتحسوا بداية رمضان أحس فيها حلاوة تانية مع الأهل. فالله يحفظ لنا أهلنا إن شاء الله ويعيننا على البعد، حقيقي مرة مو سهل، أهم شيء فضفضة صغيرة. هنا اللحمة حقت الشوربة، دحين أبى أكلم العاملة تنظف لي الشحم وزي كده وأحطها في أكياس صغيرة عشان أعمل الشوربة، حقسمها على كم يوم كده، ما يحتاج في الشوربة لحمة مرة كتير، بس أهم شيء الشوربة تاخد طعم اللحمة. وهنا طبعا جهزت لي قدرة ضغط عشان الشوربة، ففكرت انه احط اللحمة احط كل حاجة، البصل الطماطم السر حقت البهارات حقت الشوربة، واقفل عليها وحاخد نفس القدر اللي جوا احطه في التلاجة الين قبل الاذان بساعة كده بعدين احطه. هو بصراحة ما رح ياخد كتير، كلها 45 دقيقة استوت الشوربة معانا. طيب يا جماعة جاء الوقت اوريكم الحاجة اللي حصلت. شايفين الدويرة هنا؟ فهذه تخيلوا قدر، العاملة أخذت القدر الصغير وحطت لي هو على هنا الكاونتر. فيعني أنا دائما أنبه كل العاملات اللي بالساعة اللي يجوني وأي حاجة لا تخلوا موية حتى على الكاونتر، إنه هذا الكاونتر ترى خشب ما هو رخام، خشب. أنا مرة استغربت إنه الكاونتر لونه أسود، طب يعني أغمقي شوية على الأقل يعني ما يكون شكلها واضح زي اللون الأبيض. شوفوا كيف مرة تقهر إنها واضحة، واضحة كده أبيض وسط السواد. فتخيلوا الحين إيكيا لو إننا بنغيره هذا بس القطعة دي بس رح ندفع حق التوصيل عشان والتركيب حقهم اللي هو 600 ريال، يعني تخيلوا هذه القطعة يمكن ما تكلفنا 200-300 ريال والتوصيل والتركيب 700 ريال أتوقع. فحسيت لا مرة too much إننا ندفع ده المبلغ عشان دي القطعة. يعني صاحباتي جلسوا يقولوا لي ترى مو واضح خلاص لا تتوتري، بس شوفوا ما عليه واضح. وبالذات انه انا عندي يعني المحتوى والتصوير وكذا، احب انه هذا الكاونتر اذا لاحظته دائما واضح في التصوير حقي مره احبه. يعني هذا واللي جنب ماكينه القهوه هذول اكثر 2 واضحين عندي. فبس والله الحمد لله نشوف له حل بعدين. طيب فهنا حطيت كوبين دقيق ودحين احط الثالث. فاليوم ان شاء الله نبي نودي العامله المكتب، لانه تخيلوا ليله رمضان اللي هو امس فجأة تقول لي انه هي يعني عندها مشكلة مرضية. فعبد الرحمن على طول راح المكتب وسألهم على المشكلة انه ايش نعمل، نوديها المستشفى ولا ايه؟ قالوا لي جيبها عندنا نحن راح نعالجها. فعشان كده ان شاء الله اليوم ضروري تروح المكتب تخيلوا، وفي نفس الوقت ممكن حيكوني جديدة، هم قالوا لي تبدلي، بس في نفس الوقت انا ما احب ابدل. يعني خلاص تعودت عليها، تعودت على شغلها، فاهمة وهي عارفة خلاص كل حاجة. فدحين لو باخذ واحدة ثانية راح اعودها من اول وجديد، فمرة مني عارفة. وبالذات انه موضوع العاملة يعني ممكن حتطول، لانها ممكن انها حتحتاج عملية صغيرة يعني. فالحمد لله ما راح اتوتر، يعني في اسوأ الحالات اسوي شوربة ونجيب اي حاجة جنبه من برا. خلاص كده حطيت البيضة بقي النشا والموية، نحط
النشا، النشا هو اللي يديه القرمشة، فماما تقولي انه مرة يفرق. في بعضها بيحطوا ملعقة، بس ماما تقولي انها تحط ملعقتين. هسوي طبعا زي ماما. شوف البوف ما هو مرة ضروري عندنا، بس انه انا احب اعمله. يعني بالنسبة لي عبد الرحمن يفضل السمبوسة اللي بالفرن بصراحة، بس انه يعني تعرف اول يوم رمضان كده اشتهي السمبوسة المقلية، احس بيت ماما. اهلي طول رمضان السمبوسة المقلية اهم حاجة، فبابا زي عبد الرحمن يفضل اللي بالفرن عشان ما فيها زيت كتير، بس في نفس الوقت ماما واخواني ضروري المقلية. هضيف الموية بالتدريج. فانا ايش اللي مقدمني موضوع العاملة، زي ما قلت لكم اذا اخذت العاملة الجديدة حبدأ ادربها من اول وجديد. وعبد الرحمن تاني حاجة قال لي شاف اثنين في المكتب ما يتكلموا انجليزي، هذا الحلو فيها انها ما شاء الله مرة طليقة في الانجليش، فمرة تفهمني على طول وخلاص، مرة طيبة مع البنات، اتعودت عليها مرة خلاص حبيتها بصراحة. بس هي حتى لو راحت اسبوع عشان تتعالج او اسبوعين ماني عارفة. وتاني حاجة ابى احجز لها التيكت حق الطيارة من بدري، هيغلى بعدين. كذا عجينتنا خلاص صارت جاهزة، هخليها ترتاح ساعة تقريبا. شوفوا كيف تكون العجينة شوية لينة وبس. نعم مامي. طيب هنا عملت اللحمة المفرومة حقت البوف، طبعا تلاحظوا انها لونها شوية اصفر، اول مرة في الحياة احط فيها كركم. ما ادري ايش بي مام، قالت لي حطي كده النقطة اللي ما يتغير لونه، بس يدي شكلها فلتت. المهم البوف الحجازي ما هو زي البوف اللي عندنا في الشرقية، الشرقية كده تحسوا حشواتها غريبة، بس أنا مرة أحب البوف الحجازي. اللحمة ما فيها حاجة غير بصل وثوم واللحمة المفرومة، فلفل أسود وملح، وبعدين راح أحط عليه بيض مسلوق وشوية بقدونس وشبت، أتوقع كده اسمه شبت، ما نجيبه بصراحة البيت، ما استعمله في حياتي غير في ده الشيء. فبس هو ده. وهنا تالي قاعدة تتغدى. عملت كمان هنا خلطة دجاج، فبصراحة دي الأشياء عملتها على طول أول ما عبد الرحمن قال لي إنه العاملة لازم ترجع كده. مرة خلاص توترت فعملت اللحمة المفرومة، في كمان واحد تاني هيكفينا، ممكن يقولوا كم يوم، 5 أيام قدام أحس ما رح يسلها ولا حاجة في الثلاجة، قيد عملتها قبل كده وما سلها حاجة. فبس حشوة الدجاج ممكن بكرة يصير أعمل بيها أي حاجة، كمان صينية دجاج أي شيء. كمان من أمس عشان بريح نفس اليوم عملت التوت، عملت الحلى. هذا الحلى هو نفس الحلى اللي نزلت لكم، هو حلى الثلاثة مكونات بس، اللي هو جلاكسي وقشطة وكيك العائلة. مرة أحب أسوي التوت من بدري لأني أعرف أوزنه، وأنا صايمة مستحيل التوت حيزبط، حيصير يا مرة خفيف يا مرة ثقيل. طبعا ده الحلى ضروري يقعد في الثلاجة، إذا قعد يوم كامل يصير مرة لذيذ. أول عملته صينية كبيرة وبشرت عليه جلاكسي من الوجه، بس أمس بصراحة ما حبيت إني أبشر جلاكسي خلاص. طيب بقي على المغرب تقريبا 2:30 لسه، فبس بوريكم الشوربة كيف تنعمل على السريع. فهنا عندي البصل والطماطم حفرهم مع بعض. طبعا تقدروا تطحنوا البصل أول تشوحوه على الزيت، بعدين تحطوا الطماطم بعد ما يتسبك، بس انا عادي. فخلاص عندي البصل والطماطم وراح اضيف الثوم بعدين. وهنا طبعا عندنا الحب خلاص مغسل وجاهز، اهم مكون اللي هو سرة البهارات. اخر حاجة عندي هنا اللحم، وخلاص كله راح اضيفه على بعض مع موية حارة ومع ملح، شوية فلفل اسود وراح اقفل عليه خلاص. هنا ما كان عندي شبت ولا بقدونس، فدوب عبد الرحمن راح جاب لارا وجاب لي بقدونس وشبت، ما كان عندي تخيلوا بحطه في السمبوسة. ما راح احط كتير عشان لا يصير مرة يعني خضاري بزيادة، بس هحط كده ادي نكهة خفيفة. فهي دي طريقة ماما. خلاص انا كل شيء جاهز، العجينة، البيض المسلوق. بابا قاعد تسوي سمبوسة؟ كمان نضيف لها شوية صلصة طماطم عشان تتسبك، وبس بقي الثوم والموية، واضيف هذا اللي عملناه. الشربة جاهزة. هذا الثوم اللي عملته معاكم، شوفوا كيف قوامه كأنه آيس كريم، مرة حلو على طول كده بالملعقة تشيلوه، أبدا ما هو تقيل. فالحين راح أحط بس شوية مو كتير. حطيت هنا منشفة، ماما دايما تحطه على منشفة عشان ما يلصق، وكمان تغطيه بعدها بمنشفة فيصير ما ينشف عليها لين ما يتقلي. هنا طبعا الخلطة خلاص جاهزة. الريحة دي على طول تفكرني برمضان على طول. وهنا عندنا خلاص العجينة قاعدة أفردها. خلاص فردت العجينة، دحين أستعدوا للأشكال الهندسية، كل الأحجام وكل الأشكال. ما أعرف أسويها شكل واحد زي ماما. المهم فحنحاول دحين ونشوف إيش يطلع مننا. حاملها مربعات. أنا خلاص قدرت الضغط وقفلت على الشوربة. شفت
خليك تمام زي كذا، بعدين تبدأ تغلفه كذا حبة حبة، تقلبه كله كذا عليه. خلاص بفاتي جاهزين، دحين بغطيهم لأنه بصراحة مليان دبان. البنات يفتحوا الباب وهم رايحين على الحوش وزي كذا، ودخل الدبان البيت. شوفوا كيف، الحمد لله طلعت مرتبة بصراحة، يعني أكثر من اللي أنا تصورته. أتوقعت أشكال هندسية، بس شوفوا هنا في فرق في الحجم، بس في الأخير كله رايحين أكل صح ولا لا؟ شوفوا خلاص خلصت من البوف، بس بقي ينقلي وبس. صوت عالية، واضح إنها مرة شكلي حاحطها تاخذ قيلولة ساعة قبل الأذان. شوفوا مرة أحب أعمل هذه القطعة اللي تكون في الأطراف وأقطعها، مرة أحبها، يعني تفكرني بالطفولة دائما كده لما ماما كانت تسويها ناكلها أنا وأخواني مع الشربة، فبس يصير مرة لذيذ مع شربة الحب. هذا الطعم بالنسبة لي طعم الطفولة وبس والله. طيب هذه العجينة لارا مرة تبغاها وتبي تلعب فيها، بس بصراحة حرام مرة يعني كبيرة حجمها، حتسوي لي ممكن 15 سمبوسة، فما رح أرميها، حطها في الثلاجة زي ما قلت لكم. لازم على طول اقلبها عشان لا من فوق تنفش، بتسوي كده زي البطن، حتى لو ما حمرت عادي اقلبها وبعدين ابدا اقلب فيهم لين ما يستوي. خلاص هنا الثاني مرة ما شاء الله شكله مشهي. خلاص بقي تقريبا 45 دقيقة على الأذان، بروح شوية أقرأ قرآن وزي كذا وخلاص. شوفوا شربة الحب خلاص خلصت. شوفوا أنا أحبها تكون تقيلة، فعادة على الكمية حقتنا المفروض نضيف نص كوب حب، بس بصراحة أنا أحط كوب لأنه ما شاء الله البنات مرة يحبوها بالعافية، بس ما يحبوها كذا خفيفة، أحب أحط لهم هي تقيلة عشان يعني يشبعوا، فأخفف لهم الماي شوية، فعشان كده أحب أحط حب كتير. وتاني حاجة أحب أعمل كمية كبيرة، يعني مو مرة كبيرة بس يعني أحاول أضاعفها، لأنه كمان عبد الرحمن يحب يتسحر عليها. هذه الشربة أكتر حاجة أعملها في رمضان وأكتر حاجة لازم نتسحر عليها في الليل وبس، يعني هي البواقي اللي نتسحر عليها، أبدا ما أطبخ سحور. بس شوفوا كيف شكلها ما شاء الله، الريحة خلاص ما بقي شيء على داني. فهود كمان هذا شربة. شو شربة؟ يا مساء الخير من تاني يوم رمضان، وطبعا وسط الحوسة زي ما انتم شايفين هنا نفسها عجينة السمبوسة حقت امس ابى اسوي بيها شوربة، فكده قطعتها فردتها وقطعتها وبعدين حخليها تنشف، بعدين حقطعها مربعات وخلاص احطها في الشوربة. الشوربة برضو طريقتها مرة سهلة، نفس الشيء راح تكون في قدرة الضغط، راح احط اللحمة الطماطم البصل الثوم، هحط كرفس، هحط جزر، ممكن جزر يكون مقطع مربعات مرة صغيرة، وبطاطس ممكن يكون مقطع برضو مربعات مرة صغيرة، وآخر حاجة هأرمي بعد ما يستوي خلاص راح أرمي العجينة. فهذه شوربة عجين، تحطوا عليها بقدونس وزي هذه الأشياء يعني اللي حابينه، شوربة اللي كل حاجة في الفريزر.
وهنا جهزت العجانة، أبقى أعجن معجنات، فأبقى أسويه بحشوة الدجاج. الدجاج خلاص عملته قبل يومين، وأبقى أعمل بالجبن، وكمان اشتريت عكاوي لسه ما وصل، طلبت من كارفور دوبني عكاوي وجبنة فتة، يعني أبقى أسوي كده معجنات كده اشتهيت مرة. وممكن ححشي باللحم، عندي يعني حشوات مختلفة في الثلاجة من قبل أمس. وبس طريقة المعجنات هكتب لكم هي في صندوق الوصف. شوفوا العجينة هنا جاهزة خلاص، تخيلوا فكيت الفرن ابغى احط العجينه، ايش اشوف؟ تخيلوا نسيته في الفرن امس وقت الفطور، تعرفوا مع الربشه والفطور وكذا، اخذت الوعاء الثاني وسبت هذا. ايش ده؟ 5 حبات سمبوسه، مره حرام. ومن جد السمبوسه كانت مو طبيعيه امس، شوفوا السمبوسه تجنن، مره خساره، مره حرام يعني في الفرن لها 24 ساعه. امس من جد كان نفسي اكل كثير، وحتى عبد الرحمن كده اللي كان مشتهيها في الليل هنا في الفرن قدامنا حقيقي مخي. وهنا عندنا العجينه خلاص جاهزه، هخليها تتخمر شويتين بعدين ابدا اشكلها. طيب شوفوا خليني اوريكم هنا ايش عملت. فعملت هذه 3 حشوات خلاص ححشي بيها يصير المعجنات. هذه اول حشوه حقت الفته، ومعاها بقدونس، جبنه فته حقت المراعي، جبنه كريميه وجبنه فته عاديه. فلخبطت الكريميه مع العاديه وحطيت معها شويه بقدونس، احس البقدونس يديها طعامه مره لذيذه. هنا حشوه الدجاج اللي عملتها قبل يومين قلت لكم عنها، مره سهله مره بسيطه. حطيت معها جزر، واحط الكركم عشان كده لونه اصفر، وبأحط معاها جبن البرجر المربعات، بقطعه كده شرايح واحطه معاها مع الحشوه. اخر حشوه هنا مره يضحك كانها معصوب، هذه الحشوه حشوه لحم مفروم معاها جبن كاسات، نفس بالضبط حشوه السمبوسه حقت امس، بس حطيت عليها ده، في معاها شبت وفي معاها بقدونس وبيض مسلوق، جبن كاسات عشان يصير كريمي كده ويتماسك. مره احب دي الحشوه ومعتمدتها. فشوفوا هذه هي الجبنه اللي استعملتها المراعي، وهذه الكريميه مره لذيذه، الكريميه زي هذه بس على كريمي اكثر والملوحه اخف. هنا عملت حشوه جبنه اخيره مره حسيتها مره لذيذه، فيها جبنه عكاوي وشويه موتزاريلا وبقدونس وحبه البركه، بس مره احب الجبنه العكاوي بشكل مو طبيعي، فان شاء الله انها تطلع لذيذه. خلاص بكده حشواتنا جاهزه، يلا ابدا اشكل بسرعه، ما بقي على الاذان غير ساعتين. شوفوا كيف قطعتها، هنا مربعات وهنا مثلثات، عملت مستطيلين وقطعت. فالحين حعمل هنا بالجبن، وهنا حعمل بالدجاج، وبعدين يصير افكر في طريقه اعمل بيها اللحم والعكاوي، يعني كل حاجه شكل. وبس المغرب مره قرب حقيقه، لازم اشتغل بسرعه. ويلا باي. نحن نحب الحشوة تكون مرة كثيرة كده، أحسها يعني ما أحب المعجنات اللي تكون كلها عجين، بالذات الجبنة دي الفتة تطلع مو بس رهيبة في بعد الخبز يعني في الفرن. فبس خلاص شايفين كيف مرة كيوت، طبعا بعد ما ترتاح كده حتنفش يصير شكلها مرة أرتب. هنا الحشوة الثانية زي ما قلت لكم حطيت فيها الدجاج والجبنة المربعات حقت البرجر، وراح ألفها بس كده بالشكل ده. شوفوا كيف خلاص مو لازم تقفلوه من الاطراف، احس شكلها احلى هي مفتوحه. طب شوفوا اخر حاجه حشوه اللحمه مره سهله، هاخد كده الطرفين كانها مثلثات السبانخ، بس هذه مربعه بصراحه ماني عارفه كيف اشكلها، فقلت خليني عملت الشكل. اخر حاجه القارب، اقفله بالطريقة دي. اوكي مرة كيوت، هبدأ يلا في الباقي خلاص. بديت اتوتر. خلاص المعجنات جاهزة ادخلها الفرن، فيلا ادهنها ببيض وخلاص. شوفوا ما شاء الله خرجت من الفرن، الريحة مو طبيعية. عادة أخليها تتخمر بعد ما أشكلها تقريبا ساعة عشان تنفش، بس بصراحة اليوم ما في وقت أبدا فما خليتها تتخمر كتير، فشايفين بس العجينة قطنة. شوفوا ما شاء الله كل المعجنات خلاص جاهزة، والعجينة ما شاء الله ما بقي فيها حاجة، بس زادت شوية من حشوة الدجاج رجعتها شوية مرة، يعني يمكن حقت فطيرتين وبس. شوفوا القوارب شكلها مرة مشاهي،
الخبز جاهز، شوربة العجين والمعجنات مو طبيعية ما شاء الله، والدقس طبعا، والعافية علينا يا دبي. يا اهلا وسهلا، كيف حالكم؟ ان شاء الله كلكم تكونوا كويسين. تخيلوا هذه الشحنة انا طالبتها من نيكست تقريبا قبل اسبوعين، اول ما حددوا لنا موعد الحفلة حقت لارا حقت الروضة. بس خلوني اوريكم الفستان، شوفوا كيف يجنن ما شاء الله، مرة فخيم مرة حلو، وسعره كان حلو 100 وحاجة كده، فمرتب ينفع مرة للعيد. بصراحة كده مرة تحمست له، قلت خليني اخذ له هو للحفلة ومرة واحدة تلبسه في العيد. حتى بصراحة اخذت له مقاس 6 سنين، مو مقاس 5 سنين، بس مرة مقاسها احسه شوية كمان يعني موديله قصير. شوفوا كيف من الكم يجنن، ولونه اوف وايت حلو مرة انه مو ابيض. المهم انه راح يرجع نيكست ما احتاجه خلاص. وتخيلوا اخذت له هذا الشوز الاسود يجنن مرة كيوت برضو. فتخيلوا الشحنة هذه طلبتها من اسبوعين، وتقريبا من اسبوع ارامكس يرسلوا لي مسج انه حطي موقعك عشان نرسل لك، حطي موقعك عشان نرسل لك، وانا احط الموقع وما يرسلوا لي. فحطيت انه استلام من اقرب فرع اللي هو جنبي بالضبط. وتخيلوا متى ارسلوا لي انه تعالي استلميها، قدني خلاص اشتريت، ويوم الحفلة خلاص لارا لابسة فستان ورايحة على الحفلة هم يرسلوا لي تعالي استلمي الشحنة. اول حاجة لو سمحتوا ايش الشوز ده، ايش شوفوا الكياتة مو طبيعي اصلا، انا شفته في الموقع اتخيلته كده على طول على رجل تالية اتجننت عليه. ما شاء الله حلو وينفع مع فساتين مرة كتير، زي ما اقول لكم دايما احب الذهبي والفضي مرة. بصراحة لاري عندها مشكلة ما تحب تفسخ الشراب، لازم برا البيت شراب. فانا قاعدة اقيس لها الشوز ما هي راضة تفسخ الشراب برضو، حتى في البيت تلبس شراب. فالحمد لله وانا قاعده اجرب التالي قلت لها شوفي حتى تالي ما هي لابسه شراب، هذا ماني لبس تحت شراب. فكانت مره تعبني من ذا الموضوع، حتى الصنادل تبي تلبس تحتها شراب. بصراحه في بنات كتبوا لي انه صوري لنا مشتريات البنات للعيد، نبي ناخذ افكار وزي كذا ونطلب قبل العيد، فعشان كذا ابى انزل لكم هو مره بدري، يصير عندكم وقت انكم تطلبوا من نيكست. ثاني حاجه اخذتها هذه الشوزات الرياضيه، طبعا من اهم الضروريات، فاخذت اديداس. بصراحه مره احب اديداس، يعني احس اشياءهم تجنن وتعيش وسعرها مره حلو، ما هي زي البقيه فوق الميتين، احس فوق الميتين بصراحه على شوز مره حرام. شوفوا الكياته مره كيوت على تاليا. المهم فتخيلوا هذا الشوز ما هو اول مره اشتري، مرتين في حياه لارا اشتريت لها نفس الشوز بالضبط، نفس اللون نفس الشكل كله نفسه، مره حلو فمره كيوت. في منه الوان، في هنا اسود ازرق، يعني شوفوا هذا حق لارا، شوفوا كيف يجنن. طبعا حق لارا مره زي حق تاليا بس انه ملون. طبعا حاولت اشوف لتاليا نفسه ملون كذا، حسيت الالوان مره حلوه خفيفه كذا ما هي فوشيه مره وتغيير، بس ما لقيت، كان المقاس المتوفر حق لارا بس. وبس حسيته مره حلو ينفعها ان شاء الله كمان في الروضه، لاني ناويه اسجلها في الصيف كمان، اللي هو في الصيف حيكون كانه ترم ثالث لبقيه الروضات، لانه روضه لارا ترمين بس وترم صيفي. ترم الصيفي انتوا على كيفكم تبوا تسجلوهم او لا، بس انا رح اسجلها ان شاء الله زي السنه اللي فاتت، فيصير كانها 3 اترام. هنا شايفين كده اخذت ليجينجز للارا، كده ليجينجز ساده ما فيها حاجه. طبعا هنا يمديكم تختاروا تبوا بكده كرانيش ولا ما في، انا اخذت اللعب كرانيش. فاللي خلاني اخذ الليجينجز لانه ماما لما جات من السفر ما شاء الله مشتريه للبنات بجايم مره كتير، خلاص ما يحتاجوا بجايم للعيد. في نفس الوقت اشتريت للارا تيشرتات مره كتيره عليها فروزن وزي كده، 5 تيشيرتات تقريبا، فحسيت انه ما عندها ولا ليجينجز ولا حتى حاجه تنفع انها تلبسها، تيشيرتات حقت بيت يعني تنفع بجايم حتى. فعجبني نيكست انه عنده كده ليجينجز كل الالوان منفصله حبه، وبدل ما تشتروا كولكشن كامل الالوان كامله، فاخذت لها اكثر لونين يلبسوا وينفعوا مع كل حاجه. اتوقع الواحد كان سعره 20 حاجه زي كده، حسيت سعره كمان حلو. تعالوا اوريكم اخر حاجه اخذت لها، هي شايفين هذه السراويل كده الطويله الداخليه مرة عجبتني حبيتها. هذه الشورتات تنلبس تحت الفساتين التنانير، من تقريبا عمر لارا 3 سنين او سنتين خلاص بدأت ألبسها هي تحت الفساتين والتنانير استر ليها. ما احب بصراحة ابدا منظر الاطفال البنات وكذا، تعرفوا البنات يحبوا يلعبوا ويرفعوا الفساتين، فمو حلو يكونوا لابسين بس الداخلي، فخلاص هذا مرة استر ليهم. ماما كانت تشتري لها من الصناعات المصرية اللي فيها البضايع المصرية، كانت تشتري لها كده كوليكشن، وكمان افتكر كنت الاقيه في H&M بس كان يعني اتباع حبتين ما هو كده يعني دستة، فهذا عجبني يجي تقريبا 5 حبات وسعره برضه حلو. شوفوا كيف من فوق شكله كأنه بوكسر الاولاد، بس ترى هذا بوكسر البنات يعني من سكشن البنات. بقي اوريكم الفساتين حقت البنات لانه برضه طلبتوني اوريكم الفساتين. بصراحة هذه السنة انا ما اشتريت حاجة
حرفيا ما اشتريت ولا فستان اذا ما خانتني الذاكره. المهم بس لا انا فاكره انه ما اشتريت ولا فستان. فدوبهم ان شاء الله كانت حفله عيد ميلاد لارا، جاها في البيردي حقها تقريبا 3 فساتين، وتاليا كمان جاتها فساتين، بعض صحباتي جابوا فستان للارا ولتاليا مع بعض طقم مره كيوت. مره متحمسه اوريكم الفساتين كلها من نيكس تقريبا. فمن جد الحمد لله هذه السنه ابدا ما اشتريت فساتين زيرو. بس والله هذه هي المشتريات. يلا باي. وبكده وصلنا لنهاية فلوق اليوم. طبعا قبل ما اختم معكم الفلوق افكركم تنزلوا تطبيق كوبون رش عشان تستفيدوا من العروض اللي فيه، بالذات مع مشتريات العيد لانه اكيد راح تستفيدوا منه الفترة دي ودائما ان شاء الله. فبس ولا تنسوا تعملوا لايك، تشتركوا في القناة اذا ما انتم مشتركين، اكتبوا لي ارائكم في التعليقات بليز، واشوفكم على خير ان شاء الله. باي.